بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو واحد المراجعة بسيطة بالنسبة للجذور المربعة. غادي نشوفو مجموعة ديال الخاصيات اللي شفنا في الجذور المربعة. أولا احسب ما يلي: عندنا أ تساوي جذر مربع 16 زائد جذر مربع 25. هنا ميمكنش نطبقو العلاقة نديرو 16 زائد 25 داخل جذر مربع. هنا غادي نستعملو خاصية نحسبو مباشرة. إذا جذر مربع 16 كيساوي ده العدد اللي هنديرو سي 2 ويعطينا 16 هو 4. إذا عطينا 4 و سي 2 زائد جذر مربع 25 و سي 2 اللي 25 هي 5 و سي 2. جذر مربع 4 و سي 2 جذر مربع 4 و سي 2 هي 4 زائد 5 تساوي 9. ناخد واحد العملية أخرى، مثلا بي تساوي مثلا جذر مربع ناقص 5 و سي 2. إذن قبل ما نحسبو هذا الجذر ناقص 5، حنا دائما كنقولو ما بداخل الجذر خصو يكون موجب. إذا أخذنا هذا العدد فهو موجب، لأن الأساس فهو سالب ولكن الأس عدد زوجي، وهذا راه هو كنكتبو على شكل 5 أس 2 اللي هي 5. ثم عندنا واحد العملية أخرى، سي تساوي جذر مربع 3 ضارب جذر مربع 7 ضارب جذر مربع 21. هنا يعني نستعمل الخاصية اللي عندنا الضرب، يمكن لنا ندخل كلش داخل الجذر. إذا 3 ضارب 7 ضارب جذر مربع 21، ندخلو هذا جذر مربع 3 ضارب 7 فهي جذر مربع 21 ضارب جذر مربع 21. هنا يمكن نستعمل القوى نحسبوها. يعني عندنا هي جذر مربع 21 بين قوسين أس 2 تساوي 21، أي عدد أس 2 تساوي العدد داخل. سؤال ثلاثة، سؤال ثاني مثلا، عندنا السؤال الأول. سؤال ثاني مثلا، بسط ما يلي: تلات عندنا دي تساوي 3 جذر مربع 20 زائد 4 جذر مربع 45. إذا في هذه الحالة غادي نحاولو نقلبو على تبسيط، يعني نكتبو على شكل أ ضارب جذر مربع ب. إذا إلا خدينا 25، واش كاين هذا المربع؟ ماشي ليس بمربع كامل، لكن نبحثو شي عدد اللي يعطينا مربع كامل. إذا هذه يمكن نكتبوها هي 20 هي 4 ضارب 5. علاش؟ لأن 4 جذر مربع كامل يمكن نستنتجو نخرجو من الجذر، زائد 4 نفس الشيء هنا 9 ضارب 5، وهذه هي 3 جذر مربع 4 ضارب جذر مربع 5 زائد 4 جذر مربع 9 ضارب جذر مربع 5. لأن عندنا جذر مربع أ ضارب ب يمكن نكتبه على الشكل جذر مربع أ ضارب جذر مربع ب نفس الشيء هنا. إذا جذر مربع 4 هو 2، لأن العدد عندي رؤوس 2 و 2 4 هو 2 ضارب جذر مربع 5. 5 ليس بمربع كامل، احتفظوا به. 4 ضارب جذر مربع 9 هو 3 ضارب جذر مربع 5. ضرب 3 هي 6 جذر مربع 5 زائد 3 ضرب 4 هي 12 جذر مربع 5. هنا يمكننا نحسبو هاد المجموعين بجوج، لأن عندهم نفس الجذر المربع، نفس الإشارة، نفس الحرف كيف كنقولو. نعطينا هي 6 زائد 12 بين قوسين جذر مربع 5. 6 زائد 12 هي 18 جذر مربع 5. إذا نحسبو هادي زائد هادي، تبدو بجذر مربع. نديرو عملية واحدة أخرى، أو تساوي جذر مربع 50 زائد 3 جذر مربع 2 ناقص جذر مربع 8. إذا هنا إلا خدينا كنلاحظ بأن 2 هنا يمكننا نجبدو 2، إذا عطينا هي 25 ضارب 2 زائد 3 جذر مربع 2 ناقص 4 ضارب 2 تساوي جذر مربع 25 ضارب جذر مربع 2 زائد 3 جذر مربع 2 ناقص جذر مربع 4 ضارب جذر مربع 2. جذر مربع 25 فهي كتساوي 5 جذر مربع 2 زائد 3 جذر مربع 2 ناقص جذر مربع 4 فهو 2 جذر مربع 2. إذا هنا غادي نعملو بجذر مربع، غتعطينا هي 5 زائد 3 ناقص 2
اعمل لي جذر مربع 2، نحتفظ بجذر مربع هو 5 زائد 3 زائد 2، 5 زائد 3 هي 8 ناقص 2 جذر مربع 2، 8 ناقص 2 هي 6 جذر مربع 2. كاينة عملية واحدة أخرى مثلا إف تساوي، كان عندنا جذر مربع 12 ناقص 4 جذر مربع 27 ناقص جذر مربع 3 زائد جذر مربع 48. إذا نفس الشيء نفكو، هذه غتعطينا هي 4 ضرب 3 ناقص 4، هنا نحتاج نخرج واحد العدد ضارب 3، 27 هي 9 ضرب 3 ناقص جذر مربع 3 زائد 48 فهي 16 ضرب 3. إذا 16 ضرب 3 فهي كتساوي 48. إذا غادي نحولو، هي 4 جذر مربع 4 ضارب جذر مربع 3 ناقص 4 جذر مربع 9 ضارب جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 زائد جذر مربع 16 ضارب جذر مربع 3 تساوي جذر مربع 2 4 أو مربع كامل، مربع 4 هو 2 جذر مربع 3 ناقص 4 ضارب جذر مربع 9 هي 3 ضارب جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 زائد جذر مربع 16 هو 4، لأن العدد ندرو 6 ناقص 16 هو 4 ضارب جذر مربع 3، وهذه كتساوي 2 جذر مربع 3 ناقص 4 في 3 هي 12 جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 زائد 4 جذر مربع 3. إذا مباشرة نحتفظوا بجذر مربع 3، عادتنا هي 2 ناقص 12 لأن عندنا نفس جذر مربع، يمكن نحسبه ناقص 1، نراه 1 ناقص جذر مربع 3 هي ناقص 1 جذر مربع 3، ربطوا البعض مزيان، زائد 4 نحتفظ بجذر مربع 3، حولوا الفرق إلى مجموع زائد ناقص 12، حولوا الفرق كذلك إلى مجموع باش نسهلوا العملية، زائد 4 جذر مربع 3 تساوي 2 زائد ناقص ناقص 12، احتفظوا ناقص 12 ناقص 2 هي ناقص 10 زائد ناقص 1 زائد 4 جذر مربع 3 تساوي ناقص 10 ناقص 1، مجموع عددين لهما نفس الإشارة، احتفظوا بناقص ناقص 11 زائد 4 نجمعوا المسافتين تساوي ناقص 11 زائد 4، مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان اللي عنده بعد مسافة هو ناقص 11، احتفظوا بناقص 11 ناقص 4 هي ناقص 7 جذر مربع 3. ثم غادي نشوفو شنو آخر شفنا، حذف الجذر المربع من المقام، مثلا سؤال 3 حذف الجذر المربع من المقام، حذف الجذر المربع من المقام. إذا عندنا مثلا جي تساوي 1 على لا ناقص 1 على جذر مربع 5، باش نحذف الجذر المربع من المقام في هذه الحالة يكفي نضرب المقام جذر مربع 5، جذر مربع 5 ضارب جذر مربع 5، فاش ما ضربنا البسط المقام كنضربو البسط، إذا ناقص 1 ضارب جذر مربع 5 تساوي ناقص جذر مربع 5 على جذر مربع 5 أس 2، عطاتينا هي ناقص جذر مربع 5 على 5، إذا تخلصنا من المقام من البسط. ثم عندنا عملية واحدة أخرى، عندنا 3 زائد جذر مربع 2 على جذر مربع 7 ناقص 1، باش نتخلص من جذر مربع من المقام غادي نضرب في المرافق ديال هذا العدد، المرافق ديال هذا العدد هو جذر مربع 7 زائد 1، نحصل على متطابقة ثالثة، زائد جذر مربع 2 عامل لي جذر مربع 7 زائد 1، باش ما ضربنا البسط كنضربو المقام. إذا تساوي، هنا نشرو 3 ضارب جذر مربع 7 زائد 3 ضارب 1، إذا هذا في هذا وهذا في هذا، ثم جذر مربع 2 في هذا زائد جذر مربع 2 ضارب جذر مربع 7 زائد جذر مربع 2 في 1،
هنا مباشرة عادتنا هي جذر مربع 7 أس 2 ناقص 1 أس 2 تساوي إذن 3 جذر مربع 7 زائد 3 زائد هنا عندنا الضرب هي 2 ضرب 7 زائد جذر مربع 2. هنا جذر مربع 7 أس 2 هي 7 ناقص 1. إذا كتلاحظوا بأن الجذر المربع مبقاش في المقام. إذا 3 جذر مربع 7 زائد 3 زائد جذر مربع 2 ضرب 7 هي جذر مربع 14 زائد جذر مربع 2 على 7 ناقص 1 هي 6. هنا كنلاحظ بأن ما كاين حتى شي حدود متبعة، إذا كنحتفظ بها هكا. ثم عندنا واحد سؤال آخر، مثلا تولي فيه عندنا 4. إذا هنا لدينا مثلا A و B عددان حقيقيان، A و B عددان حقيقيان موجبان. نبين أن احنا لنبين أن جذر مربع A زائد جذر مربع B 2 زائد جذر مربع A ناقص جذر مربع B 2 تساوي 2 عامل لـ A زائد B. هنا يكفي ننطلقوا من هذا الحل ونديروا العملية ديال النشر نحصلوا على هذا الحل. إذا هنا غادي نمشيو مباشرة، لدينا جذر مربع A زائد جذر مربع B 2 زائد جذر مربع A ناقص جذر مربع B 2 تساوي، كنحسبوا. إذا إلا خدينا جذر مربع A 2 هي متطابقة هامة من الدرجة الأولى. إذا عطاتينا هي جذر مربع A 2 زائد 2 ضارب جذر مربع A ضارب جذر مربع B زائد جذر مربع B 2 زائد نشرح تاني متطابقة الهامة الثانية زائد جذر مربع A أس 2 ناقص 2 ضارب جذر مربع A ضارب جذر مربع B زائد جذر مربع B أس 2 هنايا كتساوي جذر مربع A أس 2 هي A زائد 2 جذر مربع A ضارب B جذر مربع A ضرب جذر مربع A جذر مربع B زائد B زائد هنا جذر مربع A ناقص 2 جذر مربع A ضرب B زائد جذر مربع B اللي هي B، وهذه كتساوي إذا غادي نجمع الحدود المتبعة A زائد A ها هي زائد B زائد B نجيب وحدها B زائد 2 جذر مربع A ب ناقص 2 جذر مربع A ب. A زائد A هي 2 A زائد 2 ب زائد 2 A جذر مربع A ناقص جذر مربع ب، هادو مجموع عددين متقابلين كيساوي 0، وهادي راه هي 2 ضارب A زائد 2 ضارب ب. إذا غنعملو ب2 تعطينا هي A زائد ب، وهذا وسالينا هذه الفقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.